تناسل سمايسو إن سو سهرت المحام كل هذا دورشين محوينه تسار هذه تكية أدينا نقول لك سين أدكون أنت نقول تعلي لكن تنو ردو والدجال بعد دونيسا ونقول قاعد نتدا دجال قد دونيسا كوميشا كومر هذه وعيمي دورش هذا ومدحوين هنا كرعة إن سحت هاي كوميشا كوا كي ورضا ولحظة ها تلعبوا دارشوا تلعب قاضي أنا أقول هاي واحد قبائل تلعبوا تلقوا قصي درسون طي حارضنا سيعة كريسة هذا هاي لكن ما أنت وهو هيك تقدر كجيب يجي سبع إنه دخل خيرات كتشرو أنا كقول هذا وحي بسانو هاي ريال استيت كا تذكر حتى بلوده نجي يبسني أي شاشة سيبان لي بدحنا سمع الله مدن موسى بيحي عدي وما لم تدي شلي قايبة كمية كوميشة كدروشين كسمع الله قرعة عي مدن تي مديين دروشهم أوردا يتم دحتو يدا هذا بقى أركم هذا شعب ككل المجال ده هرجيسة أي أركتو ده كل يبتي قوان كا وقاتل مدحنا بيحي كعلم الحين لقرا إنه تأكيدي أي ما يوم وقتها مدحوينه كوا حولنا هاي ترى قبل فردي وحاجة فردي تناسل وما يرجع مقال هل كي أي سما لو كنا وديع عنا ما شيء أو عنيد يدرس لي مدحوينا سرعة هاي لا فردي كان وحنا تاجر سنة قبل إن كان لغة فردي تيم مدحوينا أنا عدنا فردنا هذا لا عين هاي تاسان تاجر سنة تيم مدحوينا تاجر سنة إنه مدحوينا تيم مدحوين وقبل تدرس لي مدحوين وقلاي مدحوين هو سمية والخطا وصوص هاي والكل عصان هاي dal kana dagaal laga marhabo ee dalkana ka madaxweyna waxaanu ka rabnaa inaad sharciyo dastuurka Soomaaliland dhigayo inaad u dhaqanto cidna aad dagu dhigin dastuurka iyo sharciga aad raacdo wuxuu ku jiraa xaalad adag cidda waliba go'aanka gacanta ku haysa ayaan la hadlaya waxaan leeyahay xaaladan maanta lagu jiro haddaan tanaasul la yeelan haddaan ganacsatada iyo ergooyinka aan la maqlin oo dhagaha laga fariisto لا أنت اللي شيء جاي واحد صورة قال سيدا قبل كاس سول أو كله إن النقطة وحلي مدحوينا قرن كم مدحويني تناسلكو رجاني مولاي رجاني ماذا مركا هلو جسور دوادو إرجده هلا دقيستو وكان عستده هلا دقيستو وضلك هلا أطره ودنا كوانو سو هالجمي أيام ده مركز كست اللي قال لي لكن يا أطره يا بهذا بالسؤال كم هلي مدحوينها مدحوين هرنا واد ده سنة بعضه هيد لكن ما أنت وهو هيك تدلك جبي جيسو بقى إنه دخل خيرات كتشرو أنا كقول هذا وحي بسانو هين ريال استيت كا تذكر حتى بلوده نجي يبسني أي شاشة سيبان لي قولي كحكومة دا هي معارف كشكو دقي لكن عدة ترى دك أنت كويسة أي اللي تناسل هلا سمايو تناسل كوار رجانيمو كان عصتدي بقى خير سن أو جد دي بقى خير سن وحن سود وين يا إن لقون نقضة عاد قرآن ما هو حن لسه شيء جيا ولا بدل كريا وحي ودن كوكوها جاي يوم بحلا عاد قرآن كمان لا تعبن wax kasto laakiin la sheego ama la qor wala laga noqdaa wal waanba ma tagaaray waxa weeye madax buurta jooga inay buurta ka soo noqdaan waxa weeyaan madaxweynaha sharafta leh ee shacabku jecel yahay ee doorashada madaxweynaha hore ee sharafta lahaa Soomaaliland ka soo tartamay ama qabtay xukuumada sida ay uga degi jiray xilkii madaxweynaha sharafta uga dago kanu ilaahay u dhiibay haddii soo ilaahay markad baa u dhiibo iyo midka ilaahay haddii u dhiibo qaar sharaf leh oo wacan inuu u dhiibo dalkayaga ilaahay nabad qab أنا أقول لك 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 أيا في عن أرض إنه تناسل مجيا في عن حالة ما أنت إذا ما له كتر تمر خلايا جو إنه واحد كسي دري قاعد ما هل لكن وين طلابي سودوينا وشعب ك نيته سوء لسا ومحا كرايتر كتقال كبت بحثين وقاعد وي مركا طلابة أو شو طلاب قاعدي أنا قرحة يجي واحد قبائل طلابة طلقة كسي درسون طي حالة أنا سيع كريسا مركا أنت هذا كسر قبيمنا إنه دكتور كسر ساري وخلد وي خلد وي خلد وي وحنا نقول لنا هاي مدحويني بات هدي بقول نقو waxa laga doonayaa madaxweynaha inaad noqoto soo saara maxaan ku raahdaa in tanaasul sameeyso inaad soo saarto maxaan ku raahdaa doorashadii madaxweyne taasa raadinta dadka ay adigana lagu wanaagsan aad ku wanaagsantay lagu gul jecel laakiin tan uradu waa dagaal baad doonaysa waan kula qaadan hadda dagaalka doonayso waan kula qaadan hadda dagaalka doonayso haddii wanaag doonayso waan kula qaadan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh magacaygu waa saacad muuse ibraahim waxaan ahay muwaadiniinta reer Soomaaliland
وحان كرة عسيسانا هاي كميشنكا قدي قدور شوي كميشنكا يوغانك قاني مدحوينو جمهورية الشمالة ورقضة وصوص هرشل مدحوينو وان كتور جنا بغل كوا بغل مدحوينو دي مركا ورقضة صوص هرو ورقضة كرة عايو حمان سلي هاي دي ودن كانو رتيكا لهاي نمبا مقرنس هاي مستقبل ملاك كدم عسيس كميشنكا راع مركا انو ورقضة وصوص هرو وان كتور جنا بغل كوا بغل haddii ka sii fuursan waydo oo ay hawsha uu madaxweynuhu u tanaasul waayay maanta waxa in looga baahdo in madaxweynuhu tanaasul sameeyo isaga waqti soo qaatay isaga de madaxweyna soo noqday marka dimara waxay ila tahay in isagu wadankan uu dan ka lahayn haddii uu dagaal doonayo uu doonayo wadanka inuu burburiyo dhalinyar ahaan iyo xisbi mucaarad ahaanba anagu waa la burburinaa hadaan talaabo qaadaba waanu ka soo horjeedna talaabo qaadaba waanu ka soo horjeedna anagu wax sharci ku fadhiyana muqaadina muuse tiisun boodanay way ku qumantay taydunbo wuxu oranaya waxaan ku dhintay taydunba ayunba sax cidna wax ka dhigaysin maayo markaad wadanka dagaal ku burburinaysaa waan